السلام ورحمة الله يكرمك ويبارك عمرك من الشهر. السلام عليكم. انت هذيك من درجة الصخرة ترتفع عن أربع متر. على القطب المبني من اسفل المغاره لفوق في تقريبا 20 متر. يعني ما فيش محل نلف ونشوفها وهي مرتفعه. في شغلات هذه في المقياسات الطبوغرافيه من تحت الارض من تحت الصخر في المغاره. شو طايره على الارض؟ هي بتقدر تنزل في شو اسمه لما تطلع على قبة الصخرة في درجات تنزل تشوف الصخرة من تحت فيها، في كمان المحل المرتفع تشوف الصخرة من فوقها، بس مش كلها بتقدر تشوفها. ان شاء الله خير. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق المصطفى المختار الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي، لا نبدأ بسؤال إن شاء الله ثم نكمل فيما يفتح الله عز وجل. يعني السؤال اللي بين إيدينا اليوم، الأخ الكريم السائل يسأل، يعني نحن على عتبة، يعني كالآتي وصاغ سؤاله ويقول نحن على عتبة آخر الزمان، فهل تنصح يا شيخ أن نقوم أو أن أقوم بتحويل أموالي اللي موجودة عندي للذهب؟ لأنه إذا حصلت الحرب، صافي أن الحرب، هاي الأوراق المالية إيش راح يصير فيها؟ راح تفقد قيمتها. فإن شاء الله إخواني، يعني السؤال شوي شائك وليس من السهل الإجابة عليه، ولكن نحاول أن نضع لكم بضعة نقاط حتى أنه يكون فينا تصور لما سيحدث إن شاء الله في الأيام القادمة. أول شيء إخواني، أولا نقول نحن يعني نعتقد ولا نجزم أننا في مرحلة آخر الزمن والسلام، وأننا في وقت استحقاق الوعد الحق، وأن الوعد الحق المذكور في القرآن الكريم في قول الله عز وجل واقترب الوعد الحق، هي الآية رقم 97 سورة الأنبياء،
إنما ابتدأ الوعد الحق ابتدأ، لأنه قلنا إنه بداية وعد الحق في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني إن عادت هذه القرية إلى الأرض المقدسة بخلاف أمر الله وتحريم أمر الله سبحانه وتعالى عليها العودة، شو صار؟ اقترب الوعد الحق، يعني ابتدأ هذا الوعد واقترب استحقاقه، واستحقاقه إنما في زوال هذه الدولة التي عادت بخلاف أمر الله سبحانه وتعالى. نحن نقول إحنا في مرحلة الوعد الحق. أما من ناحية زمنية يعني على الساعة نقول أي سنة وأي يوم وأي شهر، فهذا يعني من الصعب، لأنه كتابنا ليس كتاب القرآن الكريم، ليس كتاب نبوءات كما هو في التوراة والإنجيل. يعني في التوراة والإنجيل الله سبحانه وتعالى وضع لهم التواريخ، الله سبحانه وتعالى يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين، يعني المرتين تبعون الإفساد سواء زمن سيدنا سليمان أو عند دخولهم المحرم الثاني، موجود عندهم الأرقام وبيعرفوا تماما متى يبدأ ومتى ينتهي ومتى يستحق ومتى تأتي العقوبة. الفارق أنهم بيعتقدوا أنه عندما تأتي العقوبة وتستحق هذه العقوبة أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله عز وجل، يخادعون الله والذين آمنوا، ولكن على الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، بيعتقدوا أنهم راح يفروا من عقاب الله، ولكن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. بيعتقدوا أنهم راح يقدروا يغلبوا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني نعلم هو صاحب النصر، وما النصر إلا من عند الله، هو صاحب النصر أصلا، فكيف ستنتصر على صاحب النصر؟ فالله سبحانه وتعالى يعني يعلم أنهم يمكرون، ولكن سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. فإحنا نقول نحن في زمن استحقاق الوعد الحق، من ناحية زمنية لا نعلم متى، أنا أقول لك كمان سنة كمان سنتين كمان ثلاث سنين كمان أربع سنين، منقول بين قوسين الله أعلم. يعني وضعنا سلم زماني، منقول هذا السلم الزماني افتراضي. افتراضي شو يعني؟ يعني نفترض سواء من تجميع المعلومات اللي موجودة عندنا في القرآن الكريم أو من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من الشغلات اللي بتصير على الواقع، ومن نبوءات بني إسرائيل، من نبوءات بني إسرائيل، لأن احنا ضفنا نبوءات بني إسرائيل على السلم الزماني، شو منقول؟ لا نصدقهم ولا نكذبهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني طالما أن النبوءات تبعت بني إسرائيل دخلت معنا في المعادلة، من تمنا حاطين بين قوسين كبار ومنقول إيش؟ والله أعلم. يعني بحسب هذا السلم الزماني قلنا أنه والله أعلم استحقاق الوعد الحق في زوال دولة بني إسرائيل يكون بين سنة 22 و 24، ولكن لا نجزم. هلا بناء على هذا الاعتقاد اللي احنا وضعناه، صار في بعض الناس تسأل، يعني سؤال الأخ الكريم بيسأل هل أقوم بتحويل أموالي إلى الذهب؟ أول شيء إخواني نشوف شو معنات الأموال اللي هو بيحكي عنها وشو معنات الذهب. هلا الأوراق المالية، الأوراق المالية المنتشرة بناتنا، يعني لما تطول ورقة سواء هاي الورقة 100 شيكل 200 شيكل 100 دولار 100 يورو 50 باوند اللي هي بغض النظر، هذه ورقة مالية. الورقة المالية إنما هي وصل، شو هي؟ إيصال، إيصال أمانة، إيصال أمانة. هذا الإيصال يعني تعطيك إياه الدولة إنه في لك كمية من الذهب موجودة في البنك تبعها في الخزنة تبعتها، بس عشان انت ما تحملش الذهب معك، شو بتقول لك؟ حمل الذهب، يعني مش اشي سهل انك انت تحمله، فاحنا بنعطيك بدل الذهب ايش؟ وصل امان. فالمفترض اخوان ان الاوراق المالية الموجودة في دولة معينة شو تكون بمقدار ايش؟ بمقدار الذهب المختزن عندها في خزنتها. يعني اذا في عندها على سبيل المثال طن ذهب، تخرج اوراق مالية بقيمة هذا الطن الذهبي، بحيث انه لو كل انسان أخرج الأوراق المالية يعني الوصولات الأمانة وراح للبنك، شو قال له؟ قال البنك أنا بدي أبدل الأوراق المالية لإيش؟ لذهب. شو يسوي؟ يبدل له إياها. ولو كل الناس في هاي الدولة في هاي المنطقة ذهبت للبنك في نفس اللحظة، لازم يكون في إمكانية لاسترجاع الذهب لكل الأشخاص. هلأ إن صار في عجز، شو منقول؟ هذا العجز، يعني لو قلنا خرجنا وأخرجنا الأوراق المالية وروحنا للبنك وشو قلنا للبنك؟ من البنك بدنا نحوله لذهب، واجا البنك بدا يحول،
حول 5% 10% 20% شو قال؟ قال خلص الذهب. لما يقول خلص الذهب شو معناه؟ معناه البقية كانت هاي الدولة فعليا عمالها بتسرقنا فيها. شو يعني؟ يعني أنا على سبيل المثال لما جبت كيلو ذهب حطيته في البنك شو أعطوني؟ أعطوني 100 دولار على سبيل المثال. قالوا الكيلو الذهب تبعك شو بيسوى؟ 100 دولار. هلأ لو الدولة أخرجت كمان 100 دولار ورقي على نفس كيلو الذهب شو صار؟ صار في 200 دولار مقابل إيش؟ الكيلو الذهب. هلأ 200 لما تكون في عندك 200 دولار مقابل الذهب، كأنه أنا لما بدي أروح أجيب كيلو الذهب شو لازم أحط $200 للبنك عشان يعطيني الذهب. طب أنا ذهباتي حطيت كيلو ذهب في 100 دولار، قديش راح يعطوني؟ نص كيلو. فلما يعطوني نص كيلو بدل ما يعطوني كيلو شو معناه؟ معناه سرقوني بالنصف الآخر. فأي عجز في إرجاع الذهب من الدولة للأفراد شو معناه؟ معناه إنه الدولة شو سوت؟ قامت بسرقة الأفلاف. وأيضا شو منقول؟ أي ارتفاع في الثمن للذهب شو معناه؟ من أيضا الدولة سرقتني. يعني على سبيل المثال، يعني خلينا نقول إنه الدولة أخذت مني كيلو الذهب واعطتني ايش؟ 100 دولار اللي هو الوصل. الوصل ما كتبت على الوصل. شوفوا الحيلة اللي موجودة من الدولة، انه ما كتبت على الوصل انه في له كيلو ذهب. شو كتبت له في ايش؟ 100 دولار. كتبت في له 100 دولار في الوصل. صلوا على النبي يا جماعة الخير. في الوصل اللي اعطتني اياه الدولة كتبت على الوصل انه في لي 100 دولار، ولكن على الحقيقة انا شو في لي؟ في إلي كيلو ذهب. هلأ إن قامت الدولة ورفعت سعر الذهب شو قالت؟ قالت كيلو الذهب بطل حقه 100 دولار، شو صار حقه؟ 200 دولار. كيلو الذهب شو صار حقه؟ 200 دولار. فبنفس الفكرة الدولة شو قامت بسرقة هلأ؟ قامت بسرقة قيمة الوصل اللي أعطتني إياه مقابل هذا الذهب. يعني هذا الـ100 دولار اللي أعطتني مقابل كيلو الذهب اللي أنا استودعتها عنده بطل يجيب لي قديش كيلو. شو صار يجيب لي؟ صار يجيب لي نص كيلو. فهي الحالة شو بتكون؟ بتكون سرقات نصف المال اللي موجودة في جيبتي. وأنا شو بفكر إنه مصرياتي فين موجودين؟ موجودين بجيبتي. فعملية السرقة ما بتيجي الدولة بتحط إيدها بجيبتك وبتاخد المال. شو بتسوي؟ بكل بساطة ترفع سعر الذهب. فلما ترفع سعر الذهب، كل ما رفعت سعر الذهب شو كانها؟ كانها دخلت بجيبتك واخذت المال. اخذت المال. هلا لو احنا سالنا اخواني للي في عنده يعني سلم زماني، او اللي بيشتغل في الذهب او اللي بتعمل في الذهب، بنساله قبل 20 سنه، بلاش نروح بعيد، قبل 20 سنه قديش كان جرام الذهب؟ وهلا قديش حق جرام الذهب؟ قديش هلا؟ نقول كان 7 دنانير قبل 20 دهب، وهلا قديش سعره؟ 28. خلينا نقول 10 لقديش؟ ل 30. خلينا نقول 10 ل 30. خلينا نقول قبل 20 سنة كان جرام الذهب، خلينا نقول 10 دنانير، وهلا قديش حق جرام الذهب؟ نقول 30 للتقريب، عملية التقريب. ففعليا بنقول بهي الحالة الدولة شو قامت؟ بسرقة ثلثي ما في جيبي من مال. لما رفعت الذهب من 10 دنانير قبل 20 سنة ل 30 دينار حاليا، فقامت بسرقة ثلثي ما في جيب. هلا هون اخواني عملية السرقة ما بتتم في دولة واحدة، في تواطؤ دولي. فبنسأل مين الدولة الراعية؟ يعني نسأل اول شيء فين بنك البنوك اللي بنحط فيه كل الذهب؟ يعني مثلا على سبيل المثال في دولة معينة، هاي الدولة المعينة بدها تطلع وصولات. يعني شو بدها تصير؟ بدها تصير حرامية. لما تقول تطلع وصولات يعني هو بده يصير حرامي. هل هذا الحرامي شو بده يرجع؟ لمين بده يرجع؟ لرئيس العصابة. يعني في عصابة في لها رئيس، وشو في واحد بده ينضم لهي العصابة. فبقول يعني بتيجي دولة صغيرة بتروح لرئيس العصابة بتقول له أنا بدي أصير حرامي معك، بدي أسرق معك. يعني ما تسرقش لحالك، بدي أسرق معك. شو بقول لها؟ بقولها ماشي، بعطيك موافقة إنك أنت تصير شريكتي في السرقة، ولكن ممنوع انك تسرق اكثر من كذا وكذا. يعني فمنقول في حرامي رئيسي له مسؤول عن كل الحرامية الصغار اللي بيقوموا بسرقة الناس. هذا الحرامي شو بيعطيها؟ بيعطيها سقف السرقة، يعني مسموح لك تسرق بكذا. ففي اشي اسمه البنك الدولي، في اشي اسمه البنوك المركزية اللي موجودة في كل دولة.
البنك الدولي هو الحرامي الكبير رئيس العصابة، والبنوك المركزية في كل دولة، البنك المركزي في كل دولة شو هو؟ الحرامي الصغير. فبيجي البنك المركزي في دولة معينة بروح للبنك الدولي شو بقول له؟ أنا بدي أقوم بإصدار وصولات. وصولات شو قلنا عنها؟ أوراق. يعني بكل بساطة، بكل بساطة ممكن تقوم دولة من الدول شو تقول؟ بتقول أنا أسقطت العملة تبعتي، فيش لها قيمة. تتذكروا في يوم من الأيام يعني اليهود قاموا بتحويل كل 1000 شيكل، شو سووهم؟ شيكل. يعني كان في عندك ورقة عمالية شو مكتوب عليها؟ 1000. شو قالت؟ أنا هذا الثالث صفار شو بدي أسوي؟ بدي أشطبهم، شو أغيرها؟ أسويها لواحد. فأنت شو بتقول؟ تقول شو الفرق بين ما يكون مكتوب عليها 1000 ولما يكون مكتوب عليها واحد؟ أي نعم. لغاية الآن إخواني في غزة لما تعطيه 100 شيكل شو بقول لك؟ بقول لك مليون. لحد هلا، لحد اليوم بقول لك مليون، لأنه لسه عايش في العقلية اللي كانت موجودة قبل إسقاط قيمة العملة. فلما تقوم الدولة بتغيير الورقة النقدية من 1000 لواحد، فهي قامت بسرقة 999 جزء من مالك من أصل 1000. يعني قامت بسرقة أكثر من 99% من المصاري الموجودة في جيبتك، فأسقطت قيمة العملة. يعني بقرار أنا بدي أسرق من الناس معظم أموالها، 99% من أموال الناس بدي أسرقها. قرار، ونفذت القرار. أنت شو بتقول؟ مصريات بجيبتي بروح أشتري. أي نعم، ولكن كقيمة بالنسبة للذهب اللي موجود عند البنك المركزي أو البنك الدولي الأساس الحرامي شو مالها؟ بتختلف. لأنه الورقة النقدية قديش تقدر تجيب فيها مال، قديش تقدر تجيب فيها ذهب، هي قيمتها. القيمة تبعت الوصل في قديش بتقدر تجيب ذهب. عشان هيك الإخواني إنه هذا البنك الدولي يعطي كل بنك مركزي سقف لإصدار العملات. اللي بيقول مثلا على سبيل المثال الأردن مسموح لك تطبع أوراق نقدية بقيمة على سبيل المثال 100 مليون دينار. شو يعني؟ يعني هذه حصتك اللي بتقدر تلعب فيها، ممنوع تلعبي أكثر. إذا أنت طبعتي أكثر بنسوي لك عقوبات على الاقتصاد تبعك، منسكر عليك أبواب كثيرة، منحجزك، منحصرك، مننزلك أو منخسرك القيمة كلها اللي احنا عطينا فيها. فتقوم يقوم البنك المركزي الدولي بإعطاء سقف إصدار عملات ورقية لكل بنك من البنوك، اللي هي بدها تكون جزء من المعادلة. بنقول إخوان لو سألنا مين هو الحرامي الكبير، بنرجع لفين؟ لأمريكا. أمريكا في وقت من الأوراق، وقت من الأوقات، جمعت كل الدول اللي موجودة معتبرة في لها قوة عسكرية وبتقدر تسيطر على الناس. يعني جابوا حراميتهم الأساسيين، نحن نقول كبار الحرامية، جابوهم. وقالت أمريكا وتعهدت لهؤلاء، يعني الحرامي الكبير تعهد لمين؟ لعصابته. تعهد لهم الحرامي الكبير، تعهد للعصابة، العصابة إنه يكون في عنده، إنه يكون في عنده في بنكه ذهب مقابل العملات اللي بيصدرها، وبيسمح لهدول اللي صغارهم شو يسووا؟ يصدروها. وبناء على هذا التعهد يعني أصدر البنك، أو صار الدولار، صار الدولار عملة دولية. شو يعني عملة دولية؟ يعني لا يتم فقط التعامل فيها داخل أمريكا، إنما يتم التعامل فيها كمان أيضا فين؟ في خارج أمريكا، في كل العالم. صار الدولار عملة دولية، يعني بإمكانك إنك أنت تأخذ وصل اللي هو أمريكي لقيمة الذهب. فإذا أنا أخذت وصل أمريكي ورحت للبنك في دولتي، شو قلت لهم؟ أعطيني ذهب في هذا الوصل. شو بقول لك؟ نعطيك، في شيء مشكلة. ففي هذا الاتفاقية صدر الدولار كورقة نقدية دولية يتم تداولها في كل العالم. بعد فترة زمنية طلع علينا أحد الزعماء أو الرؤساء الأمريكان، وشو قالوا؟ قالوا إنه كل الأوراق المالية اللي احنا أصدرناها في الدنيا لا تساوي حقيقة مقدار الذهب الموجود عندنا، وإنه الأوراق المالية شمالها أكثر بكثير من قيمة الذهب. يعني شو كنا؟ كنا كمان نسرقكم أنتم. يعني كانت أمريكا تسرق مين؟ تسرق كمان الدول، أو خلينا نقول العصابة تبعتها مع الأفراد. هي عملية سرقة، عينك عينك، بس هم ايش متفقين بيناتهم، والشاطر فيهم شو بدهم؟ بده يهبش. واللي بدفع في النهاية الثمن تبع السرقة مين هو؟ الإنسان اللي بيشتغل،
يعني اللي بيكدح يعني بيشتغل في ارضه في مصنعه واللي بينتج لانه شو بده بده بدل انتاجه على بدل انتاجه شو بيعطوه بيعطوه اوراق ماليه الاوراق الماليه هي على الحقيقه المفروض نوصل لذهب ولكن الورقه الماليه اللي بيعطوه اياها بدل انتاجه وشغله وعمله لا تساوي على الحقيقه قيمه الذهب يعني على سبيل المثال لما يعطوه 100 دولار على اساس انه ال 100 دولار خلينا نقول تجيب 3 جرام ذهب على سبيل المثال 5 جرام ذهب فال 100 دولار لما تجيب له جرام بدل 5 او جرام بدل 10 او جرام بدل 20 هم بيعطوهوش ال 100 دولار بالقيمه تبعت التعب اللي هو تعب فيها في الانتاج ما بيعطوه اياها فبتصير هيك يا اخواني المعادله هلا السؤال اخواني طبعا حتى انه ما تنكشف يعني حيلة الحرامي الكبير او حتى حيلة الحرامي الصغير اذا انت رحت تشتري ذهب ببيعوك ولا ما ببيعوك ببيعوك عملية البيع هي من قبيل ايش من قبيل الخداع الله يرضى عنك ايش عملية بيع الذهب هي من قبيل الخداع والمخادعة كيف يعني على سبيل المثال بذكركم في احدى هي للشيطان اذا كان الشيطان بده يسوي طاولة قمار طاولة قمار احنا بنعرف المقابر المقامرة طاولة. وانت جيت لاول مرة بدأت تلعب على طاولته شو بيسوي بكسبك ثاني مرة بكسبك ثالث مرة بكسبك بعدين شو بيسوي بيبدأ يخسرك شوي شوي لحد ما يخسرك كل اللي ربحته وبعد لما يخسرك كل اللي معه هي عملية سحبت إجت شدت إجت إذا أنت حملت أوراق مالية وصولات وروحت للبنك أو روحت للسوق لا على سبيل المثال سوق الصاغة أو واحد أي واحد بتعمل في الذهب وقلت له شو بدي أشتري الذهب ببيعك ولا ما ببيعك ببيعك طبعا ببيعك ليه؟ لأنه هذه لازم تكون موجودة لإكمال الخدعة لازم عملية بيع الذهب تكون موجودة لإكمال الخدعة إمتى بنكتشف الخدعة يا إخواني؟ إذا كلنا شو قلنا؟ بدنا نغير الأوراق المالية اللي موجودة عندنا لإيش؟ لذهب يعني كلنا أخذنا قرار جماعي مش قرار فردي أخذنا قرار جماعي في هاي الحالة إذا إحنا كلنا وقفنا على باب البنك قلنا له بدنا نغير الاوراق الماليه لايش لذهب شو بيسوي البنك بقول لك سكرنا ولا واحد له شيء اللي عنده وقتها بيضطر رغما عنه انه شو يسوي يعترف انه هاي الاوراق اللي موجوده معها بلها واشرب ميتها معك اوراق سوي فيها اللي بدك اياه والذهب الي وانا قاعد على هذا الذهب ومتربي عليه وما راح تشوف منه ولا شيء فعلى الحقيقه يا اخواني في اللحظه اللي بنقوم فيها جميعا بمحاولة تغيير الأوراق المالية إلى ذهب أو معادن راح نشوف النتيجة أو نشوف الأمر على حقيقة ومش بس نقول الأفراد لا لو هلأ على سبيل المثال دولة من الدول دولة من الدول ناخذ على سبيل المثال بلاد الحرمين السعودية السعودية شو تقول؟ بتقول أنا على سبيل المثال في عندي في خزينتي مثلا 20 تريليون دولار شو بدي منك يا امريكا تصرفي لي اياها ذهب شو بصير بتصير في حرب من امريكا على فين على السعوديه مباشره لانه شو طلبت طلبت فقط تغيير الاوراق الماليه لذهب واللي تعهدت هاي الاداره انه هي تصرفها في اي وقت ولكن لما يستحق الامر ويصير الامر جدي شو بنلاقي انه مش في صرف للاوراق الماليه شو في حرب على هذه الدوله وحرب طاحنه او اسقاط او تغيير النظام بطريقه ما حتى انه ما يكون في مطالبه فما بالكم لو كل الدول اللي موجوده قامت وقالت لامريكا بدنا احنا ترجعي لنا الذهبات تبعونا وخذي اوراقك الماليه فنعرف اخواني انه هذا يعني يستحيل ان تنفذه امريكا ولا باي حال من الاحوال وفي كل فتره اخوان تطلعوا على سعر الذهب في كل فترة تخطط فيها الدول الكبيرة انها تشن حرب على الدول الصغيرة شو بتسوي؟ يرتفع الذهب ليش بيرتفع الذهب؟ اوقات الحرب يعني السؤال لما يرتفع سعر الذهب اوقات الحرب؟ لانه بكل بساطة هاي الدولة الكبيرة لما بدها تحاول الدولة الصغيرة ما بدها تحارب من مالها شو بدها تحارب من ايش؟ من مال الدولة اللي بتحاربها نفسها يعني انت في إلك او في عندك اوراق ماليه معينه انا بدي اسرقها فعشان تسرقها شو بتسوي بترفع سعر الذهب عالميا مش محليا عالميا يعني سعر الذهب او اونصه الذهب في السوق المركزي العالمي يتم رفع سعره
بهاي الحالة لما يتم رفع سعرة شو بتصير؟ بتصير قيمة المال الموجودة عند الدول الصغيرة مالها أقل بكثير، وقتها بتشن هاي الدولة الكبيرة حربها على الدولة الصغيرة يعني من نفس أموالها. ومع هالشيء إخوان لما تنتصر فيها شو بتبعت لها؟ بتبعت لها فاتورة، أنا شنيت عليك حرب وصرفت عليك كذا، أطلقت عليك كذا رصاصة، رميت عليك كذا صاروخ، أخرجت كذا بارجة، مشيت كذا دبابة، وشو بدك تسوي؟ بدك تدفعي ثمن. هذه من شروط إيش؟ من شروط الاستسلام أو إعادة البنية لهذه الدولة. فالدولة شو بتدفع؟ بتدفع ثمن الحرب قبل ما تخوضها، وبتدفع ثمن الحرب إمتان؟ بعد ما خاضتها، بعد ما خاضتها في الحالتين بتدفع ثمن الحرب. هناك إخوان منقول إنه إحنا أصلا مسلمين ونقرأ القرآن ونقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل فينا إنه إحنا نعرف إنه هؤلاء هم من حزب الشيطان، وإنه يستحيل إنه حزب الشيطان يعمل شيء في مصلحته. يعني المفروض والمفترض إنه كل دولة عربية، المفروض نقول كل دولة إسلامية، لكن للأسف اليوم ما في نظام إسلامي قائم على رأس أي دولة عربية بصورة صحيحة، فهي الأنظمة وضعية، يعني القوانين اللي موجودة عندها وضعية. ولكن لو كان النظام، لو كان النظام اللي موجود في كل دولة هو نظام إسلامي، جزء من النظام الإسلامي شو بسميه؟ النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية. النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية قائم على أساس متين جدا إنه العملة التي يتم التداول فيها بين الناس شو هي؟ الذهب والفضة. يعني الدولة الإسلامية ما بتعطيك وصل، شو بتعطيك؟ بتعطيك دينار أو بتعطيك درهم. لما نقول دينار يعني ذهب، لما أقول درهم يعني إيش؟ فضة. يعني الذهب نفسه مش مخزن في البنوك عند الدولة الإسلامية، فين موجود؟ بين إيدين الناس. يعني الأصل في العملة شو تكون؟ الذهب والفضة. يعني بسقوا الذهب بكميات أو بأوزان صغيرة مختلفة وبيعطوها للناس. يعني أنت بهاي الحالة هل من الممكن أن تخسر شيء بقيمة المال الموجود عندك؟ يستحيل. ارتفع الذهب زادت القيمة اللي بين إيديك، نزل الذهب نزلت القيمة اللي بين إيديك. يعني أنت الذهباتك تبعونك مالهم، هم ما تغيروا، ما في حدا بيقدر يظلمك أو يضحك عليك لأنه الذهب موجود بين إيديك. فنقول الأساس أن تكون العملة المتداولة في الدول العربية والإسلامية هي الذهب والفضة. إن شاء الله إخواني ما نحسبه أنه من أوائل الأمور التي سيقوم فيها المهدي عند عودته شو هي؟ إعادة بناء النظام الاقتصادي. وإلا كيف سيعم الرخاء إخواني؟ كيف سيعم الرخاء؟ اعرف يعني اعلم أنه طالما في ورقة مالية نقدية ورقة، فاعلم أن الظلم موجود، وأعلم أنه رئيس العصابة شماله عماله بيأكل حقه، وأعلم أنه بكل لحظة ممكن يفضي جيبتك من قيمتها، ما بقول من أوراقها، من قيمتها، يعني بيسرق القيمة اللي موجودة في الورقة. فبنعرف إخوان أنه في رحلة الأعور الدجال، يعني بنعرف الأعور الدجال يعني سيفتح المهدي، سيفتح الأعور الدجال لما قصة الثاني سينتصر عليه. في رحلة الأعور الدجال لما يخرج خلال 40 يوم ستتبعه كنوز الأرض، يعني هو ماشي فين في ذهب، فين في فضة، فين في أمور موجودة في الأرض ومختزنة، شو بتطلع وشو بتصير؟ بتبعه، بتلحقه، تمشي فيه وراه كأنها مخلوقات. الذهب والفضة بتمشي وراء الأعور الدجال، فستخرج له كنوز الأرض. هاي الكنوز إخواني لما يهزم الأعور الدجال بتكون فيئة غنيمة لمين؟ مش للمهدي وجيشه. يعني ستمتلئ بيوت الدولة الإسلامية، بيت مال المسلمين عند موت الأعور الدجال وقتله عندما يقتل سيدنا عيسى، ستمتلئ بالذهب والفضة. ولما يأتي تيجي الناس للمهدي شو تقول له؟ تقول له أنا بحاجة. شو بقول لهم؟ بقول لهم إليك أو عليك ببيت مال المسلمين، روح على بيت مال المسلمين خذ اللي بدك إياه. شو بدك تأخذ؟ بدك تأخذ أوراق مالية؟ لا، بدك تأخذ ذهب وفضة. يعني بتروح على بيت مال المسلمين وبتقول أنا حاجتي أن يكون في معاي هاي الكومة من الذهب تحملها. حتى أنه أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ببين لنا
أن أحد الأشخاص دخل يعني بعد ما جاء للمهدي يطلب عطاء ووجه المهدي إلى بيت مال المسلمين، ذهب إلى بيت مال المسلمين شو صار؟ ما فيش حارس، ما فيش رقيب، ما فيش حدا يقول لك إيش بدك تأخذ، إيش بدك تأخذ، يعني احمل اللي بدك إياه. بدأ يعني غرطوا نفسه وطمع، وشو صار؟ صار يعبي جيوبه أكثر من حاجته. ولما خرج بدأ يفكر، طب أنا أخذت أكثر من حاجته، شو بدي أسوي فيها؟ إمتى ما بدي وإمتى ما بحتاج بروح بطلب عطاء، ليش حملت حالي أكثر من حاجتي؟ سأل حاله هذا السؤال. فرجع للمهدي حتى أنه يرجع المال. شو قال له المهدي؟ ما منقبل، ما في مجال ترجع اللي أخذته، تمك حامله. يعني كأنه بصير هم المهدي شو بدي أسوي في المال، بدي حدا يحمل المال اللي موجود، بدي حدا يحمل ذهب، بدي حدا يحمل فضة، وستفيض وسيفيض المال بصورة غريبة وعجيبة وقت ظهور المهدي. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. نرجع إخواني كمان مرة منقول الأوراق المالية يعني صناعتها إنما هي خدعة. خدعة شو يعني خدعة؟ وإخواني لو رجعنا برجوع إلى بداية هاي الخدعة إخواني، يعني حرامي، خلينا نقول حرامي سرق سرقة وصارت السرقة موجودة عنده، برجعها إلا أن يتوب. إذا تاب ممكن نرجعها، إذا ما تاب بتمها موجودة عنده وأصلاً بده يسرق كمان غيرها وكمان غيرها ويستحوذ على خيرات الناس، فكيف يرد هذه الأموال أو هذه الأصحاب؟ فنقول إخواني الآن السؤال إحنا بنعرف يعني نعلم يعني علم اليقين إنه هؤلاء لن يقوموا بإرجاع الذهب للناس، ما بيرجع، ولكن يمكن إرجاع يعني أجزاء صغيرة من هذا الذهب لمين؟ لأفراد. يعني أي واحد بيقرر مثلا على سبيل المثال في عنده 10,000 دينار، 50,000 دينار، 100,000 دينار، مبلغ يعني خلينا نقول صغير بالنسبة لجهبة للذهب اللي موجود عندهم، إنك أنت تروح تصرف وتشتري الذهب بيعطوك. طيب نقول إنسان في عنده ثروة مقدارها 100,000 دينار وبيسأل يعني أيهما أفضل، إنه هاي 100,000 دينار موجودة في جيبي كأوراق مالية ولاني احولها للذهب، وفي بكامي في عندي امكانيه اني احولها للذهب. هذا السؤال. نيجي اولا الى الفكره الاسلاميه اخواني، مقصد المال التدوير وليس الادخار. مقصد المال شو هو؟ التدوير وليس الادخار. شو يعني التدوير؟ انك انت تتمك تشتغل فيه وتشغله وتفيد فيه الاسلام والمسلمين، هذا المقصد للمال. اما الادخار فهو منهي عنه بتاتا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن الادخار. شو بقول نحن يعني نقرأ أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حول الادخار. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ لا ادخار إلا في الثلاث. لا ادخار إلا في الثلاث، يعني ممنوع تدخر مال إلا في ثلاث أمور. شو بقول؟ أول شيء بيت يسكنه، يعني أنت على سبيل المثال والله مستأجر أو أنك أنت ساكن عند أهلك، شو بدك تسوي؟ بدك تشتري لك بيت صغير على قدك. ومنذكر إخوان، منذكر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده حجرات مش بيوت. حجرة الرسول اللي بحب يعرف، لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي في حجرته وتكون أمنا أم المؤمنين ستنا عائشة مضجعة يعني نايمة في هاي الغرفة وبده يصلي، شو كان يسوي؟ كان يقيم إجريها لما بده يسجد على شقة عشان يقدر يحط راسه بعدين يقوم من هاي الصلاة. يعني ما في متسع في غرفته إنه هي تضجع أو تمد حالها وهو يصلي، من قديش حجم غرفته للرسول عليه الصلاة والسلام. لما نتكلم عن بيت يسكنه فنتكلم عن حدود الشرع، مش أقول بدي أبني قصر في 300 غرفة وأسميه بيت أنا بدي أسكنه. حتى لو قلنا إخواني شرعا بدي أبني بيت في 100 متر، إذا كان طلع إذا كان في 100 متر قرنة صغيرة متر ولا مترين لا يستفاد منها، فشو صرت أنت؟ صرت متجاوز للحد الشرعي. يجب أن يكون كل متر في هذا البيت شو بحقق لك؟ مصلحة فعليا في وجودك في هذا البيت، حتى نقول بيت يسكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ادخار إلا في ثلاث. الأولى بيت يسكنه، الثانية شو هي؟ رداء يلبسه. بيت مشروع لك انك انت تحوش عشان تشتري بيت. لباس ما فيش عندك او لباسك غير لائق مش مناسب، مهري تعبان عتيق كتير
وبدك انت تشتري رداء يسمح لك ان تدخر، تقول هاي انا بدي احوش 5 شيكل كمان 5 شيكل كمان 10 شيكل ليصيروا 100 عشان شو تسوي لك؟ تشتري لك دشداشة؟ مسموح لك. هاي الشغلة التانية. تالتي جلف الخبز، يعني ما عندك اكل وشو بدك؟ بدك تاخذ او تجيب مصاري عشان شو تسوي؟ تشتري. قديش حد الطعام؟ جلف الخبز. اذا انت تمكنت من شراء رغيف خبز ناشف تبله بماء حتى انك تاكله فهذا حد الادخار. شوفوا قديش حد الادخار اللي حدثنا فيه الرسول عليه الصلاه والسلام. طب نيجي نطلع على احوالنا يا اخواني، اين نحن من هذه الحدود؟ اكيد اخواني، يا ما اجي اقول لك والله انت ممنوع انك انت تدخر لما يكون في عندك هاي الشغلات، بتقول لي مستحيل، لا يمكن ان انا اتصور هذا الشيء، بقدرش ان اتصور. وباقي المال الاصل شو يصير فيه؟ التدوير، ان انا اشغله او ان انا اتصدق فيه او ان انا اقوم بعمل معين فيه. طبعا اخواني هذا مش معناه انه احنا نقوم باهلاك مالنا، طالما انك انت تخرج صدقة المال وزكاة المال هذا المال حقك، ولكن احنا شو بنتكلم في افضل العلاقات بينك وبين الله في هذا المال ان يتم تدويره، هذه افضل العلاقات. ولكن هذا يبقى ايش؟ مالك، طالما انك انت اخرجت حق المال في هذا المال. طيب نرجع معنا نقول هذا الانسان اللي معه 100,000 دينار شو بده؟ بيسأل ايش افضل شيء؟ ان انا اشتري ذهب. فمنقول اذا انت اشتريت في 100,000 دينار ذهب شو معناه؟ من انت حشرته مظبوط ولا لا؟ واوقفت تدويره، اوقفت تدويره. فلا انصح انه يتم تحويل كل الاوراق الماليه الى ذهب للادخار، لانه هذا منهي عنه في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام انك انت تدخر المال، ويجب ان يقوم المال مدور، نقوم بتدوير المال. هلا نيجي بنسال هل هناك يعني مصاغ ذهبي، مصاغ ذهبي باحجام صغيره يمكن شرائها ويمكن ايش يعني بيعها عند الحاجه بسرعه دون ان تفقد قيمتها؟ نسال هذا السؤال. هل في عند عند السائق يعني مشغولات ذهبيه اذا انا اشتريتها وعودت اروح ارجعها او ابيعها هل هاي ما راح تفقد كثير من قيمتها؟ اكيد احنا بنعرف اكيد الصاغ شو بده؟ بده يعني يربح في عملية تبادل العملة. فما نقول هذا يعني أقل خسارة ممكن. هل في شيء زي مثل هذا الشيء؟ فإن قلنا إنه في على سبيل المثال ليرات ذهبية صغيرة، ليرات ذهبية صغيرة يمكن شرائها أو تحويل ماله إلى ذهب واستخدامها، استخدام هذه الليرات عند الحاجة لشراء طعام أو لا القيام بأعمال يعني تدويرها دون الخسارة، فمنقول في هاي الحالة يعني يمكن لهذا الإنسان اللي بيسأل السؤال إنه هو يقوم تحويل جزء من ماله. لما نتكلم عن جزء من ماله الذي لا يقوم باستخدامه سواء في أعماله أو في حياته اليومية، يعني الزائد عن ماله شو بيحوله؟ مش بيحوله لسبيكة كبيرة من الذهب، شو بيسوي؟ بيحوله إلى مشغولات أو إلى مصاغ أو إلى عملات مالية ذهبية صغيرة اللي يمكن بيع جزء منها أو استخدامها في الحالات اليومية. فمنقول في هذه الحالة إخواني يجوز ويمكن أن يقوم بتحويل هذا الجزء من هذا المال إلى الذهب، يعني اتقاء شر الأمور اللي تكلمنا عنها في بداية الدرس. أما أنه يقوم بتحويل كل ماله إلى ذهب فنقول إخواني أنه هذا سيكون من باب حبس المال اللي يعني المنهي عنه. هلا نقطة أخرى إخواني، نقول بالنسبة للذهب لما نقوم بتحويل المال إلى الذهب نذكر أنه يمكن أيضا تحويل المال إلى أمور أخرى غير الذهب. يعني أنت لما تحول الذهب في النهاية شو بدك تسوي في الذهب؟ مش بدك تشتري فيه طعام وشراب، بدك تقوم فيه بعمليات أخرى. بنسأل السؤال هل يستطيع هذا الإنسان أن يقوم بتحويل الأوراق المالية مباشرة للجهة الثالثة، يعني يشتري جزء من هذا المال طعام طيب ويدخر هذا الطعام؟ يعني إحنا بنقول أول شيء قبل ما نتكلم على ادخار الطعام، لأنه في من الأمور التي يعني في من الأحاديث التي تتكلم عن ادخار طعام سنة في آخر الزمن. نتكلم عن ادخار الطعام،
ونقول أول شيء. أول شيء هناك أناس لا تستطيع ولا تملك المال لادخار طعام. طيب شو بدها تسوي؟ نقول إخواني منعود لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ بقول والله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطن. يعني اللي ما معه مال انه يدخر طعام شو بيسوي؟ يتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى حسبه ووكيله ويكفيه، وهذا سيمنع عنه ان شاء الله الحاجه والجوع. حسن التوكل، شو يعني حسن التوكل؟ تحسن توكلك على الله سبحانه وتعالى انه هو الرازق وانه هو مدبر الامر حتى لو ما معك، ولا تخشى الهلكة من نقص المال أو من نقص الطعام، تتوكل على الله سبحانه. هون إخواني يعني يعجبني في هذا الباب الناس اللي موجودين على سبيل المثال في باكستان والدول الشرقية، لما تيجي تتكلم معه في هذا الباب بقول لك أنا ما في عندي ثلاجة في بيتي. تسأله طب ليش فيش عندك ثلاجة في بيتك؟ بقول لك الثلاجة هي خزانة البخلاء اللي بيخافوا على أرزاقهم من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. في ناس في عندها حسن التوكل. احنا طبعا في عندنا توكل بس مش لهي الدرجة، مش لهي الدرجة. يعني احنا بنشتري، واحد بده ينزل للسوق ممكن يشتري حاجة مش يوم ولا يومين، ممكن يشتري حاجة اسبوع، ممكن يشتري حاجة شهر، هو بده يدخرها في الثلاجة. هم بقول لك انا رزق يوم بيوم بنزل بجيب. هم في عندهم حسن التوكل. اول اشي يعني مع اخذنا في الاسباب شو نسوي؟ كمان نحسن توكلنا على الله سبحانه وتعالى. في عندك اخذ في الاسباب، شو في عندك؟ حسن التوكل. حاول انك انت تجمع التنتين مع بعضهم قدر الامكان، تاخذ بالاسباب ولكن تحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى انه هو صاحب الامر في كل شيء. فتتعلم وتعلم نفسك وتعلم ابنائك حسن التوكل على الله قدر الامكان، تحسن توكلك على الله سبحانه وتعالى. نرجع يا اخوان نقول بمعناه في ادخار الطعام او في حديث ادخار الطعام، نقول للانسان اللي ما معه يدخر ما تخاف، ما تخشى على حالك، مين ربك؟ الله سبحانه وتعالى ربك وهو يدبر أمرك. طب نيجي لإنسان آخر بقول لك أنا معاي مال وبدي أدخر طعام، هل يجوز لي ولا لا؟ إنه لا يجوز لك، ولكن مننصح لما بدك تدخر طعام شو تدخر؟ إنك أنت تختار أنواع من المأكولات اللي ما بتفسد، يعني تاريخ صلاحيتها مش قريب. تاريخ صلاحيتها شو ماله؟ بعيد جدا. أكتر شيء يكون بعيد هذا النوع الأنواع من الطعام اللي ممكن تدخرها أو يفضل أنك تدخرها. أعطيك أمثلة، في عندك على سبيل المثال الفواكه المجففة، يعني في لها تاريخ صلاحية أو تمتد إلى فترة زمنية طويلة. التمور على سبيل المثال بتعيش فترة زمنية طويلة، وبالأخص إن تم حفظها بطريقة سليمة. يعني في باكيتات بلاستيكية ممكن شفط الهواء منها، إذا أنت وضعتها في هذه الباكيتات وشفط الهواء، شفط الهواء بتعيش لفترة زمنية طويلة. فنقول أنك أنت تختار مواد صلاحية أو تاريخ صلاحيتها أعلى ما يمكن، هذه النقطة الأولانية. بعدين تكون القيمة الغذائية تبعتها شو مالها؟ عالية. يعني ما تدخر طعام قيمته الغذائية واطية. على سبيل المثال من الشغلات التاريخ صلاحيتها عالية وقيمتها الغذائية عالية، إحنا عندنا في إشي اسمه الكشك أو لبن الجميد. يعني هذا الراس، راس الكشك، يعني فيه قيمة غذائية عالية وبنفس الوقت شو بتمه فترة زمنية طويلة. فتنتقي هذه المشغولات أو هذه المأكولات حتى أنك تدخر. وأيضا إخواني كمان نصيحة في ادخار هذه الأنواع من الأطعمة، شو مننصح؟ مننصح أنك وإنت عايش في يومك العادي أنك أنت تستهلك من هاي الأمور. يعني بدل ما تروح تشتري طعام شو بتسوي؟ تستهلك من اللي انت خزنته، والمال الموجود عندك شو بتشتري؟ تشتري بدال اللي انت استهلكته للخزين، على اساس انه انت عمالك تستهلك. شو بتستهلك؟ تستهلك من هذا الخزين اللي تم تاريخ صلاحية المخزون ابعد ما يمكن. مش تتفاجأ بعد سنة انه انت اللي خزنته شو ماله صار خربان او تالف. فبتستهلك منه وتعيد له قدر الامكان حتى انه يحافظ على قيمته وعلى تاريخ صلاحيته قدر الامكان. فمنقول لهذا الأخ الكريم إذا كان في عندك مال وأردت أن تدخره بطريقة ما، أول شيء تقوم بحسبة، عملية حسبة إيش الأموال اللي تحتاجها في عملك، هذا بدك تخليها. إيش الأموال اللي تحتاجها في حياتك اليومية، هذا بدك تخليها.
الزائد والفائض عن مالك شو بتسوي؟ بتقسمه لجزئين، جزء تدخر فيه طعام تاريخ صلاحيته بعيد جدا وتستهلك من هذا الطعام، وجزء الثاني إذا بدك تجيب فيه ذهب ولا بد شو بتجيب فيه؟ عملات ذهبية صغيرة لا تفقد قيمتها في حال بيعها أو تغييرها إلى الأوراق المالية. ونذكر في كل الأحوال الأموال الورقية هي عملة الشيطان وهي خديعة الشيطان للاستيلاء على مقدرات وثروات الناس. في حد عنده أي سؤال قبل ما نختم الدرس؟ نفس الموضوع ولا زي إذا نفس الموضوع أفضل إن شاء الله. إذا موضوع تاني بعد ما ندعو إن شاء الله ونسكر عشان اللي بده يصلي الشروق. تفضل. الشيخ عمران الله يذكر يعني تعقيب هذا ولا في سؤال؟ السؤال الله يذكر. ما هي هذه الحقيقة؟ الورقة المالية، الورقة المالية هي خديعة الشيطان. أخذ ذهباتنا وشو أعطانا؟ وصل. وأنت أنا بده شو بيقدر يقول لك؟ بالله اشرب ميته. أنت أنا بده. فالأصل فينا إنه إحنا نكون واعيين، يعني ننقذ ما يمكن إنقاذه قدر الإمكان. الإشي الأوراق المالية اللي أنا مش بحاجتها، على القليلة شو أسوي؟ أحولها لا أموال زي ما حكينا ذهبية، مشغولات ذهبية صغيرة تكون موجودة عندي بالضبط، يعني قدر الإمكان الإشي اللي أنت مش بحاجته. وإذا يعني كان في إمكانية تبادل، يعني تقاضي إنك أنت تسوي مقايضة بين شخص وشخص بالعملات الذهبية بيكون أفضل من إيش؟ العملات المالية. ولكن هذا الأمر مش بالسهل، مش أمر هين. المفروض أنه يكون في جهة رسمية ترعى هذا الموضوع حتى أنه يتم. يعني سمعت في الآونة الأخيرة أنه في قرار للسودان بتحويل عملتها الورقية لعملة إيش؟ ذهبية. ولا أعلم مقدار المصداقية في مثل هذا القرار، وحتى لو في مصداقية في مثل هذا القرار لا أعلم مقدار ما ستصل فيه حتى دولة زي السودان لتحقيق هذا الأمر. سيكون الأمر صعب جدا إن شاء الله. إن شاء الله يعني المشكلة ستحل جذريا مع قدوم المهدي. بس إحنا بنعرف إنه حتى قبل قدوم المهدي، يعني بين المهدي وبين الأعور الدجال، يعني إذا ظهر المهدي مباشرة ستبدأ الحروب. مباشرة مع ظهور المهدي ستبدأ الحروب. قلنا قبل شوي قدمنا في الدرس مجرد أن تبدأ الحروب سعر الذهب شو بيصير فيه؟ يرتفع. يعني إنه القيمة الأوراق المالية اللي موجودة بجيبتك سيتم سرقتها. فمجرد ما أن يظهر المهدي وتبدأ حروبه يرتفع سعر الذهب، وبالتالي كتحصيل حاصل يعني تبدأ المجاعات والضيق، يعني ضيق المعيشة عند الناس راح يظهر ويبدأ، فبتبدأ المجاعات. وكتدبير رباني من الله سبحانه وتعالى أيضا، لأنه يجب أن تكون فتنة الدجال أعظم الفتن على الإطلاق، أعظم الفتن على الإطلاق. فمجرد أن يأتي المهدي يرتفع الذهب بتقل قيمة العمل الموجودة عند الناس، تبدأ المجاعات. ويساعد على هذه المجاعات أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض والسماء في سنة من السنوات أن تمسك ثلث ما عندها، يعني الأرض بتمسك ثلث نباتها والسماء بتمسك ثلث ماءها. في السنة الثانية الثلث الثاني، في السنة الثالثة الثلث الثالث، يعني تأتي ثلاث سنين يبدأ فيها الجوع يزداد أكثر وأكثر. هلأ هذه السنة الثلاث سنوات اللي ندخل فيها في جوع على رغم الحروب، يعني حروب وجوع مجاعات فعليا يعني منوصل مرحلة الأعور الدجال والناس شمالها تاكتي بتقول هذا البني آدم مش قادر يستحمل، يعني وصل بالضبط، وصل لابد انه يعني مستعد انه يأكل ورق الشجر، وصل مع الأعور الدجال. فلما يأتي الأعور الدجال شو بيجي معه؟ بيجي معه جبل من الخبز، وبتيجي معه انه الإمكانية انه هو يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. فهذه الأمور شو بتكون؟ بمثابة الفتنة. انت انسان وصلت لحد الجوع والرهق واشتعب الشديد، وجاءك الأعور الدجال ومعه الخيرات، فمين بدك؟ بدك الخيرات اللي موجودة مع الأعور الدجال، ولا بدك تبقى على عصمتك انك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ عشان هيك منسمي انه الأعور الدجال اكبر الفتن. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيّن لنا انه اعظم فتنة من اول الخلق الى اخرها
هي فتنة الأعور الدجال، وأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فينا لما يخرج الأعور الدجال فهو حجيجه، لأن يعني كان الله سبحانه وتعالى جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعصمنا من هذه الفتنة. ولكن إن خرج وأنا ليس فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، يعني كل واحد المفروض أنه هو يعصم نفسه، يشد على حاله أنه هو ما يفتن في فتنة الأعور الدجال. يعني تصور يعني إنسان أو خلينا نقول امرأة، يعني لما نسأل ليش النساء أكثر من يتبعوا الأعور الدجال، يعني سؤال يعني قد يخطر على بالنا، لما النساء أكثر أتباع الأعور الدجال؟ يعني تصور امرأة عندها أطفال جياع وأجى الأعور الدجال ومعه طعام، شو ممكن تسوي هاي المرأة عشان أولادها؟ شو ممكن بدها تطعمهم، فبدها تتبع الأعور الدجال عشان يعطيها طعام وماء. فمن هذا الباب بتكون النساء أكثر من يتبعوا الأعور الدجال للحصول على الخيرات اللي موجودة، لأنه من أعظم الفتن على الإطلاق. طب هو بظهر وسيدنا المهدي موجود؟ أين؟ طب بقاتلوش سيدنا المهدي أو يعني شو الفروقات في الزمن بينهم؟ يعني تكلمنا يا إخواني، يعني في سلم الزمن اللي إحنا بنعرفه بنعرف إنه في 3 سنين قحط ومجاعة بين المهدي وبين الأعور الدجال. مين أول؟ طبعاً المهدي. المهدي كترتيب زماني في عندك المهدي، الأعور الدجال، بعدين سيدنا عيسى. هذول 3 شخصيات اللي احنا بنعرفها، المهدي، الأعور الدجال، وعيسى. هلا بتيجي الفترة الزمنية بين واحد وواحد، بين المهدي والأعور الدجال على الأقل في 3 سنين. حياة المهدي كلها، حياة المهدي كلها زي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أو 7 أو 9 سنين، يعني من لحظة ظهوره للحظة مماته أقلها 5 سنين، أكثرها قديش؟ 9 سنين بحسب الأحاديث. ففي عندك من خلينا نقول 9 سنين، ناخدها على شو اسمه بالضبط، البحبحة. من 9 سنين في عندك 3 على الأقل بين المهدي وبين مين؟ الأعور الدجال. هذول بدهم يكونوا إيش؟ سنين الجوع. لربما إذا إحنا بدنا نحسبها، يعني متى يبدأ الجوع؟ يعني مجرد أن يأتي المهدي ولا بمرق فترة زمنية وبعدين بيبدأ الجوع؟ فعلى الغالب أنه أول شيء بيظهر المهدي ويتم سرقة أموالنا من جيوبنا برفع سعر الذهب، فبتبدأ الرحلة، وبعدين بعد فترة زمنية معينة يبدأ القحط الرباني وبيستمر 3 سنين. خلينا نقول عليه السلام ليش بمنعناش بعصمش الناس من الدجال؟ سألتني السؤال ومصة ما خلصتوش السؤال. الله يجزيك الخير، لأنه غيرك كمان صار سامع سؤال بده يستفيد إن شاء الله. الله يجزيك الخير. فمنقول يعني ما بين المهدي وبين الأعور في على الأقل 3 سنين، ولكن لا يمنع أنهم يكونوا 4 ولا يمنع أنهم يكونوا 5. ولكن منعتقد لرحلة حياة المهدي كلها إنها خلينا نقول كحد أقصى 9 سنين، ومحتمل أنها تكون 5. فعشان هيك بديش أزيد الفترة الزمنية اللي موجودة بين المهدي والأعور عن 5 سنين، بديش أزيدها. فبقول إنه الأغلب والله أعلم تكون يا 3 يا 4 سنين، ولكن محتمل تكون 5 يا 4 يا 5، محتمل تكون 5. فمنقول بعد ما يظهر المهدي في عنا سنة عشان نحس بإيش؟ بالشرب زي ما بقولوها، نحس بالمشكلة إنها بدأ. وبعدين شو بتبدأ؟ بتبدأ المشكلة تتفاقم شوي شوي وتزيد. لما تصير الفترة الزمنية المطلوبة بين المهدي وبين الأعور بيظهر الأعور الدجال. الأعور الدجال كل مكثه 40 يوم. حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامنا. يعني فترة الأعور الدجال خلينا نقول 40 يوم، بدك تزيدها، بدك تحسبها إنه السنة يعني اليوم الأولاني سنة واليوم الثاني كذا، احسبها مش مشكلة، فبتكون تقريبا سنة وشوي فترة الأعور الدجال. هلا فترة الأعور الدجال من المؤكد هي جوع وزيادة في جوع على المؤمنين. شو مالها؟ ورخاء لمين؟ لا اللي انفتن في الأعور الدجال. هلا طبعا المهدي يعني في رحلته هاي الفترة الزمنية اللي عنها 3 أو 4 سنين هو في باتجاه بيت المقدس، لأنه بيعرف أنه ملحمته الأخيرة راح تكون مع مين؟ مع الأعور الدجال في بيت المقدس. ولكن زي ما قلنا أنه بخوض 4 حروب آخرها مع الأعور الدجال. بخوض حرب مع بلاد الحجاز، بخوض حرب مع بلاد فارس، وبخوض حرب مع بني الأصفر يعني مع الأوروبيين. وآخر حروبه مع بني الأصفر بتكون أنه هو يفتح روما. ولما هو بيفتح روما يخرج الشيطان
ويصيح في جند المهدي ويقول لقد خلفكم الأعوار في ذراريكم، فيتوجه المهدي حتى أنه يحارب الأعور الدجال فين؟ في بيت المقدس. هلا فمعناه منقول في عنا فترة زمنية لربما 3-4 سنين بين المهدي وبين الأعور الدجال، في عنا فترة زمنية بين الأعور الدجال وسيدنا عيسى مقدارها 40 يوم، في آخر 40 يوم في اليوم 40 يعني اللي بيكون فيه الأعور الدجال موجود في بيت المقدس وحاصر بيت المقدس، في اليوم الأخير ينزل سيدنا عيسى على جناح ملكين، ينزل في المنارة البيضاء في سوريا في بلاد الشام، ثم يكمل إلى بيت المقدس، وفي هذا اليوم يصلي خلف المهدي، منا أهل البيت من يصلي عيسى خلفه، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج عيسى ويخرج من معه المهدي ومن معه عيسى يتبع الأعور الدجال ويقتل في بيت لد. هذول الشخصيات الثلاثة. هلا بعديها لو فرضنا خلينا نقول في أنا 3 سنين أو 4 سنين إلى المهدي قبل الأعور، في أنا كمان خلينا نقول كمان سنة مع الأعور، خلينا نقول 6، بتم في عنا يمكن 2 أو 3 للمهدي بعد مين؟ بعد موت الأعور، نقول والله أعلم. خلال 2 أو 3 بعد الأعور، حياة المهدي بعد الأعور هي 2 أو 3 اللي بيبدأ فيها المهدي يفرش العدل ويقيم الظلم عن الدنيا. لأنه في ناس بتسأل طيب إحنا بنعرف أن المهدي سيأدي بخلافه ويقسم المال صحاحا، فليش في سنوات جوع؟ ليش في فقر؟ نقول هذا يسبق إمتى؟ مع نعم في حياة المهدي، ولكن يسبق فتح بيت المقدس. الرخاء والعدل والانتهاء المجاعة وانتهاء الظلم لا يكون بمجرد أن يظهر المهدي، لا، لسه بده يخوض حروبه الأربعة اللي احنا تكلمنا عنها، ويفتح بيت المقدس ويقتل الأعور، وبعديها بتبدأ الرخاء وبيبدأ إن شاء الله العدل يمشي في كل الدنيا. مين في عنده؟ خلينا ندعي بعدين بكرة كدرس كامل، خلينا كله خير ان شاء الله. طيب اخوان عشان ما فيش للي بده يقوم يصلي، في ناس بدها تصلي، بندعو واللي بيقوم بده يقوم عشان يقدر يقوم، واللي بده يتمم بنجاوب على اسئلتكم ان شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادر. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا بس سؤال طبعاً تحمل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قرأت العشر الأوائل وفي صيغة أخرى العشر الأواخر من آيات سورة الكهف، بتكون إن شاء الله اسم إلك من الأعور الدجال ومن فتنته بإذن الله. عشان هيك تتعود إنه يعني اللي بيحفظها سورة الكهف كلها خير عظيم، اللي ما بيقدرش على الأقل يحفظ أول 10 آيات وآخر 10 آيات، يعني تكون إن شاء الله له حماية وعوض من هذا الأعور الدجال. الحديث طول انت تسلم من غير ما تاخذ. والله صار لك كان عندي سؤال لدور سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل ويقاتل، طبعا يقاتل هو المهدي بإمرة المهدي، ولا يكون سيدنا عيسى هو المتأمر او هو يعني اللي قائد الحروب هذه بعد؟ الله يجزيك الخير، يعني سؤال جيد جدا. اول شيء بدنا نعرفه من المهدي بعيد للسؤال شو يعني، بيسأل الاخ الكريم عندما يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام من سيكون أمير من؟ إن هل سيكون المهدي أمير عيسى عليه الصلاة والسلام، أم سيكون عيسى أمير المهدي يعني يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟ فنقول أول شيء المهدي رجل صالح، قد يرتقي أن يكون شهيد، وقد يرتقي أن يكون صديق، ولكن لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال
أن يصل درجة نبي في المهدي. ليس بنبي ولا رسول ولا يوحى إليه وليس معه كتاب، فهو رجل صالح أقصى أن يكون صديق. هذه آخر أربع درجات في درجات الإيمان: النبوة، الصديقية، والشهادة، والصلاح. هذه آخر أربع درجات، فهو قد يكون من الثلاثة ولكن لا يرقى أن يكون من الرابع. فطبعا كدرجة عند الله سبحانه وتعالى، طبعا نحن لا نزكي ولا نتكلم عن الدرجات، فقد نتكلم عن الدرجات ولا نتكلم عن الأشخاص. كدرجة، درجة النبوة أعلى من درجة الصديقية، وأعلى من درجة الشهادة، وأعلى من درجة الصلح. فنحسب أن النبوة أعلى، نحسب أنها أعلى. عشان هيك نقول يعني من أدب الظن أن لا نظن أن المهدي، حتى لو صلى عيسى خلفه، أن المهدي أعلى من مين؟ أعلى من سيدنا عيسى. يعني إحنا نحسب أن درجة سيدنا عيسى عند الله سبحانه وتعالى أعلى، وإحنا شوقنا للقاء عيسى عليه الصلاة والسلام ومجيئه، لأنه سيأتي عيسى. إن لو سألتك أيهما ترجو لقاء أعلى، أترجو لقاء المهدي أم ترجو لقاء سيدنا عيسى؟ أنا بالنسبة إلي أرجو لقاء سيدنا عيسى، مع 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 يعني حبي، مع حبي العظيم للقاء المهدي، إلا إنه درجة حبي أعظم في لقاء سيدنا عيسى، وهو من الأنبياء، وأن تكون بحضرة الأنبياء هذا الشيء عظيم جدا. فنقول إنه كمهام نفصل كليا بين مهام المهدي وبين مهام سيدنا عيسى، فهذا شيء وهذا شيء، ما في دخل لواحد بالثاني كمهام. مهام المهدي أنه رجل صالح خليفة يقوم بمنع الظلم ويقوم في الحروب ويقوم في نشر العدل، هذه مهامه. مهام عيسى شو هي؟ مهام ربانية، سيكسر الصليب، سيضع الجزية، سيخير الناس ما بين الإيمان والكفر، وسيقيم الحد على كل من رفض الدخول في الإسلام. شو هي مهامه؟ عقائدية، وهذا شيء آخر يختلف. قد يقوم سيدنا عيسى بالطلب من المهدي بتنفيذ الحقوق، العقوبات على سبيل المثال، أو بتنفيذ الحدود على سبيل المثال. يعني هو وضع الجزية وخير الناس ما بين الإيمان والكفر اللي رفض. قد يقوم سيدنا عيسى بالطلب من المهدي أن يقوم بقتل هؤلاء اللي رفضوا يدخلوا في الإسلام، فتكون الأمور أول شيء منفصلة ولكن تكميلية، تكميلية. فهذا أموره شيء وهذا أموره شيء آخر. وأيضا إخواني في نفس الباب، يعني سيدنا عيسى هو نبي، وكثير بيسألوني، احنا بنعرف في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، فكيف سيأتي عيسى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نبي؟ فنقول يعني أجبنا هذا السؤال من قبل، نبوة سيدنا عيسى إنما كانت ببعثته قبل 2000 عام، هو نبي قبل 2000 عام. ونبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بعده، فلا نبوة جديدة بعد نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولما يعود سيدنا عيسى كأنه قفز في الزمان من قبل 2000 سنة، ورجع لنا مش بنبوة جديدة، بنفس نبوته. والله سبحانه وتعالى أخذ العهد على كل الأنبياء ومنهم سيدنا عيسى، إنهم علموا أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو يسووه؟ يتبعوه. فهو نبي من الزمن أو من لحظة بعثته، إلا أنه اتباعه عند عودته راح يكون لدين الإسلام اللي جاء فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فسينفذ أحكام الشريعة الإسلامية اللي جاءت مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه في عهد رباني بين الأنبياء كلهم إنهم لما يعلموا بمجيء سيدنا محمد إنهم يتبعوا. لحظة شو خلينا في الواقع، يعني أزمة الأردن، الفقر والهذا، يعني هل تدخل في هذا المجال؟ يعني احنا بنعرف انه في اخر الزمان من صفات اخر الزمان الفوضى والفتن والملاحم اللي احنا بنشوف. فهي يعني بتقدرش انك تقول والله انا بستنى هاي الاشاره من الاردن عشان تقول لي انه احنا في اخر الزمان. بتقدر تضيفها اضافه انه هذه كمان اشاره من الاشارات اللي بتقوي انه احنا في اخر الزمان. لما تقول والله اللي بصير في الأردن هو بده يدلنا على أنه في آخر الزمان، لا ما بتقدر تقول هذا الشيء، ولكن تقدر تستأنس أو أنك تذكر. وكمان شغلة إخواني بذكر، كمان مرة بذكركم أنه إحنا المسلمين لا ننتظر الغد. شو منعيش؟ منعيش اليوم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ذكر الله والتكبير والتسبيح والصلاة، ويومنا أهم من الغد. ولا نفرح بالسوء، ما
ما بنفرح انه والله صار في فوضى في الاردن، ما بنفرح انه صار في فوضى في السعوديه، ما بنفرح انه صار في قلاقل وقتل في العراق او في الشام او في اليمن او في اي منطقه تانية، لانه في بعض الناس بيقول لك ها هي صار في هاي الملحمه احنا قربنا لايش منيح. هذا الحكي لا يجوز اخواني. عند الله سبحانه وتعالى ان تهدم الكعبه حجر حجر يعني اهوى من انه يهرق دم انسان مسلم. نحن نحزن جدا انه احنا نشوف احداث بتصير في العالم العربي والاسلامي وانه في ناس تقتل، نحزن حتى لو كان الثمن انه شو يكون انه يظهر المهدي بعد هاي الامور، انه يصير في هاي القلاقل والمشاحن وكل هاي الشغلات ولك الرباط ما انا مبسوط. لا لا يجوز، فيجب ان لا نفرح. عشان هيك بنقول الله سبحانه وتعالى امره في القران الكريم اتى امر الله فلا تستعجلوه. تستعجلوش لانك انت تفرح في الشر اللي بيصير، ولا انك انت تسوي او تأول الشغلات كيف بدك عشان يجي هذا الشر ولا تساعد الشر. ان في واحد بيجي بيقول لك طيب يعني احنا بنعرف انه احداث اخر الزمان ستكون بعد بناء الهيكل، طب ما نعطي اليهود انهم يبنوا الهيكل في المسجد الاقصى ونخلص من هذا الموضوع، بيبنوا الهيكل بيطلع له الدجال بنخلص الموضوع. لا يجوز، لا يجوز لك ان تخالف امر الله حتى انك انت ترسم امر الله. أمر الله مرسوم من عند الله سبحانه وتعالى، أنت واجبك شو تسوي؟ أن تطع الله سبحانه وتعالى في يومك وليلتك ولحظتك، هذا أمرك اللي موجود. فإن شاء الله إخواني نقول يعني هي لربما كانت إشارة ولكن ليست الإشارة، جزء من الإشارة. في بس نشوف. فضلت الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نهى عن الادخار. كيف الكلام هذا يتوافق مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال زرعوا 7 سنين يعني فرق كبير. كيف نفهم موضوع الادخار على اساس انه الاخ الكريم يسال عن كيف نوفق ما بين النهي عن الادخار في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وما بين ادخار يوسف عليه الصلاه والسلام للقمح لمده زمنيه معينه قبل مجيء القحط. نقول اخوان ان سيدنا يوسف نبي من الانبياء وامره ليس منه، أمره من فين؟ من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يأمره بوحي مباشر من السماء عبر جبريل أنه يفعل أو لا يفعل شيء معين أو يدل الناس. فأمر الادخار هو أمر رباني مع سيدنا يوسف. إحنا ما في عندنا وحي يقول لنا ادخروا أو ما تدخروا. لا نقول أنه فيش حالات أنه ما مندخر فيها. على سبيل المثال في وقت تكلمنا هلا في نفس الدرس اللي إحنا موجودين فيه وتكلمنا عن في آخر الزمان إذا أنت تبين لك أنك أنت على عتبة المهدي، الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لك أنك أنت تدخر قوت سنة، شرع لك أنك تدخر قوت سنة. اكتفاء ذاتي عشان سنزرع طعامه زيتون خضرة يعني اللي تكون الاكتفاء ذاتي ما يكون متعلق في الأشياء الخارجية، حتى يكون يعني واحد بيعمل بير واحد بيطلع ويشوف أن يكون خير من المسلم غنم يتبع ضيع شعب الدولار وفق تطلع في ربدين من الفتن ينجو الواحد من الحرام من الفتن وكل هاي الأمور، بس يكون ادخار من أجل الأيام اللي هي ما فيها كلاش. تمام أيام الفتن العظيم اللي بدها تيجي هذا اللي بنحكيه. فبنقول شرع لك الرسول أنك تتدخر لأنه إحنا تغلمنا وقلنا أنه إحنا على عتبة إيش مجاعة رح تستمر 3 سنوات. فالادخار هنا هدفه إيش؟ منع هذا الضرر اللي جاي واللي أنت شايفه أو تعتقد فيه. الادخار اللي منهي عنه أنك شو تسوي؟ تدخر شيء مش لفايدة، تدخره لعين الادخار يكون معك مال بالضبط. طالما انك تؤدي حق الله في المال وتنفق في سبيل الله وتعين المحروم وتعين كذا يعني هذا صار اصبح فيه فائدة للمسلمين، مش مدخر لعجل قضية الادخار نفسه، لكن يعني زي تجارة مع الله سبحانه وتعالى. الصدقات والزكاة اللي هي لما توزن في الميزان ايهما افضل، انك تدخره حتى لو اعطيت حق المال فيه ولا انك تشغله وتعطي حق المال فيه؟ بنقول انك تشغيله افضل باذن الله. بس كان سؤال على تعليق يعني على المهدي، واحنا في عندنا لسه حرب طاحنه، حرب هرج المرجلون قبل المهدي، مزبوط ولا لا؟ هذا كله لا، الحروب هاي نتيجه في عندنا حروب اللي هي احنا عايشينها اصلا. احنا يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام شو بيقول؟ تكادون ان تكودوا. هلا بجاوبك ان شاء الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لنا أنه تكادون أن تكونوا جند مجندة، جند في العراق وجند في الشام وجند في اليمن، هدول حروبهم قبل المهدي للعراق والشام واليمن، هذه قبل المهدي. بس لما يجي المهدي في كمان حروب
يعني لما يظهر المهدي كمان تستمر تستمر حرب مع الحجاز، يعني في السعودية بصير فيها حروب، بعدين في عندك حرب مع فارس يعني في إيران بصير فيها حروب، بعدين في عندك حرب في روما أو مع بين الأصرب يعني أوروبا بصير فيها حروب كمان، وآخر حروب المهدي شو بدها فين بتكون مع الأور دجال يعني بيت المقدس الأرض المقدسة، يعني في حروب قبل المهدي في حروب بعد المهدي. هلا هار مجدون، هار مجدون بنسميها الملحمة الكبرى وهي آخر الملاحم اللي موجودة، يعني حرب المهدي الرابعة مع الأعور الدجال راح تكون آخرها في الملحمة الكبرى. حرب هار مجدون أو حرب مجدو زي ما بقولوها أو كيف هم بيقولوا حرب جوجو وموجو، فهذه بدها تكون من آخر الملاحم في بعد أو في حياة المهدي، آخر ملحمة مع بين المهدي وبين الأعور الدجال. ففي شيء قبل في شيء يطلع من العراق يروح على بلاد عجاز زمن مين لما اللي يحصل فيه من الارض يعيش اول واحد، هذه بمجرد ان يظهر المهدي، مجرد ان يظهر المهدي في مكه ما بين الركن والمقام بخرج له جيش من سوريا من بلاد الشام للعراق للسعوديه ويخسف في الارض. هذه هذا شو اسمه؟ اسمه جيش السجان. الله أيوة هذا طب اللي ما الصليب وكان الصليب والشيعة مع الصليبيين والعرب الصلح الآمن أصدق؟ هل نمنعك الصليب؟ حديث الصلح الآمن والله أعلم أنه تم الصلح بين أمريكا مع أفغانستان ضد روسيا، وبعديها صار نقض العهد العهد بأنه أمريكا شنت حربها على العراق والعراق ادعت أنه في عنده أسلحة دمار شامل وما كان في عنده أسلحة دمار شامل. نقول والله أعلم، يعني هي في احتمال أنها تمت وفي احتمال انها لسه ما تمت، بس انا بالنسبه الي الغالب انها تمت وخلصت. بس اذا سمحت في الحديث يعني لحظة شوف شوف الله عليك انا عندي سؤال الاول، ما بيستدعي بالقحط انه نخاف منه كل هالخوف؟ لانه ربنا يعني كان بوعد يعني كل نفس شو رزقها، فما الانسان يخاف ولا يعني المسلم اصلا لا يخاف، كل امر المسلم شماله خير، كل امر المسلم خير. احنا بناخذ فقط بالاسباب ولكن نتوكل التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى. السؤال الشيخ تقول انه طول روحك طول روحك. الشيخ الثاني السؤال انه ليلة قدر ما في ليلة قدر، لانه ليلة قدر تم فيها نزول القرآن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن في أزمنة لا نحيي ليلة القدر كليلة القدر، ولكن ايش؟ نحن نقيم ليلة القدر بذكرى ليلة القدر الذي نزل فيها القرآن. لا، فيها حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بيقول تحروها عن ليلة القدر. شو يعني تحروها؟ يعني موجودة. تحروها هي البركة تبعتها وليست هي الليلة. بس احنا بناخذ الحديث على ظاهره وما من أوله يعني. ما تخصص. الله يجزيك خير. تفضل. بس نشوف لأنه. في الركن الكعبة، كعبة كل فاصل اسمه ركن. والمقام اللي هو مقام سيدنا إبراهيم. فين مقام سيدنا إبراهيم؟ بتاخذ الركن اسمه الركن اليماني. هاي المسافة بيناتهم نسميها ما بين الركن والمقام. اللي راح يبين فيها او راح تسم فيها بيعه المهدي. الكعبه ومقام سيدنا ابراهيم بعيد عنها شوي. اي نعم، هلا هي الكعبه طلع يعني هاي الكعبه وهذا اسمه الركن اليماني. الركن اليماني بتاخذ مقام ابراهيم. أيوة هلا المسافه بين مقام بين المقام وبين الركن هاي بنسميها الركن، المسافه ما بين الركن والمقام. يعني المسافه هذه المسافه ما بعرفش قديش كم متر. هاي المسافه المنطقه اللي راح تتم فيها بيعه المهدي. الله يهديك. راح تتم بيعة المهدي الخاصة أول بيعة. هلا يصدق البيعة الخاصة الخشف بالجيش السفياني. يعني إحنا الناس العاديين ما بنعرف هل فعليا تمت ولا لا. وصلنا خبر إنه المهدي تبايع بين الركن والمقام، بس ما بنقدرش نعرف كيف بنعرف إنه هذه البيعة صادقة. وصلنا كمان خبر إنه في جيش نزل في بيداء في السعودية وانخسف فيه الأرض. فمنقول إيش؟ بين صدق البيع. جزاك الله خير. أنا بروح المدينة برجع معك. تقول إنه تعتقد إنه الحرب اللي هي الصلح الآمن إنه صار. طبعا انتصروش المسلمين. تقول إنه بتنتصروا عليهم بعدين. مين قال إنه المسلمين؟ يقول إنه الحلف هو اللي انتصر. الحلف. يعني الحلف اللي صار بين أمريكا وبين أفغانستان انتصر على مين؟ على روسيا. وهذا الحلف. بعدين بنتقد الحلف. يعني بنفصل. لما ينفصلوا المسلمين عن امريكا، امريكا شو بتعلن؟ يعني بتغدر. مين بتغدر؟ في العراق، مو جزء من العراق مو جزء من المسلمين، مش كلهم جزء من المسلمين. بس بعدين المسلمين بنتصروا بعد الغدر. خلصت؟ ولا خليها مش مشكله. بنتصروش المسلمين بعد الغدر بعد ما يغدروا فيه مرمون؟ ما فيش في الحديث انهم بنتصروا.
شيخ لو سمحت الله نرجع للمقام. المقام سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يعني يقف عليه عند بناء الكعبة. فالمفروض يكون المقام مناسب للكعبة يعني بعيد نص متر مثلا. الآن موجود المقام بعيد 15 متر. ما بعتقد هذا هو المقام. المقام ملاصق للكعبة. لأنه كان سيدنا إبراهيم هذا الحجر يقف عليه ويبني. شو أقول يكون بعيد 15 متر؟ شو اسمه مقام؟ أو إذا مقام. كلمة مقام إنه إحنا بنعطي قيمة لهذا المكان. فالحجر اللي كان سيدنا إبراهيم يوقف عليه سحبوه وشو سووا له؟ أعطوه قيمة. شو صار هذا اسمه مقام؟ مش معناه إنه هذا المكان اللي وقف عليه سيدنا إبراهيم. فعليا على الحقيقة سيدنا إبراهيم كان يدور حوالين الكعبة هو بيبني. فكل المسافة وهو كان سيدنا إسماعيل يزيح له الحجر وقف عليه ويحط، بعدين يزيح له الحجر وقف عليه ويحط. ففعليا لو سألت فين كان محطوط الحجر، الحجر كان حوالين الكعبة كلها. الحجر كان يرتفع مع سيدنا إبراهيم لما يصل البناء. الله أعلم يعني هذه ما فيش فيها ما فيش فيها إشي من قال الله وقال الرسول. إحنا بنعرف إنه في حجر كان يوقف عليه سيدنا إبراهيم إنه يرتفع ما يرتفعش هذا ما بنعرفوش. عشان هيك بنقول الحجر كان يلف حوالين الكعبة. هلا هذا الحجر اللي كان يستخدمه سيدنا ابراهيم اعطوه قيمه بانه شو سووا له بنوا حواليه بناء. هلا المحل اللي حطوه فيه مش معناه انه كان وقف عليه، هذا المحل اللي حطوه فيه انه حجر هذا الحجر اللي كان وقف نفس الحجر بالضبط. المقام للحجر مش المقام انه كان وقف عليه سيدنا. عرفت شو المقصود؟ خلاص نروح هاي مرجعوه بجنب مش بدك ترجعوه. الله يسكرك. ما في اسئله كمان بتاع الخمه الواحد. حقيقه مش تلخمه هاي. حقائق من الحقائق. خلص وقف. شيخ كيف يعني.